يعطيك الصحة في المنصف. قالك ما تمشيش كرطاش يا عجبكش، ما تغنيش في كرطاش. لا يجب تغني ما يعجبكش والله العظيم. جيب لي جمهور العزيز كين هكا وعمل له دخلة رخيصة تاو تشوف كرطاج يتملا بتوانسة والله لما يتقلب كرطاج بتوانسة بركة. على كل سيمون مش مازال عندنا في الرياض، احنا ما عندنا ضربات علاش خرين على فوزي البنزرتي. أيه كانت فما غناية قديمة نشوف علاش احنا باش نرجعوا خلي لهم الوقت، كانت تقول شد شد تميم هرب. تو الغناية تبدلت شد 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 فوزي هرب فوزي هرب. المرة ذي على النجم الرياضي الساحلي مشى للشارقة للفريق الإماراتي بالشارقة. أنا ما نحبش اللوم على فوزي بقدر ما اللوم على النجم الرياضي الساحلي، لأنه فوزي البرزاتي نعرفوه صعيب، طباعه صعيبة شوية. كيفاش تحب فوزي البنزرتي يقعد؟ إيه بحثناها علم تونس وكل شيء. كيفاش تحبه يقعد وقت اللي أنت مكشاده بعقد مضروب بالسفود؟ يلقى الفلوس، مشى تبع الفلوس. أنا نقول شكون عنده الحق شكون ما عندوش الحق، نقول شد شد فوزي هرب. فوزي هرب. شد شد فوزي هرب. فوزي بالزهر. تو اخويا عبد الرزاق نعرف باش تتغشش. تتغشش معايا، نحبك تتغشش بقدر ما انا تغششت. انا تعلمت ندخل شويه الفيسبوك، تعلمت نتبع شويه كده. يا عيني. نلقى حاجات يا عيني يا عيني. نلقى حاجات اللي المتني ياسر، وانه البعض من ابطالنا اللي سمعوني بالكدا وغزروا لي بالكدا، البعض من ابطالنا اللي مترشحين لندن 2012 قاعدين يقوموا بسهرات، سهرات ماهيش باهيه، سهرات فيها حاجات ماهيش باهيه. شفتك العالم هذاك بربي تفكروا كل العالم هذاك، وراكم ماشيين لندن على خاطر ماشيين لندن على خاطر العالم التونسي هذاك. يا خويا بعد ما تجيب لنا ميداليه برا اسهر، اما المره هذه يا سي عبد الرزاق وعلى خاطرك انت اعملوا لنا كما يعملوا هزوز ابطال هذوما، كل يوم في دوره كل يوم ميداليه. وجدي بوعلاد، وجدي بوعلاد وأسامة الملول، أبطال تونس اللي هم هذوما بقدرة الله بيجيبوا لنا. نقول يا خويا الجماعة اللي قاعدين، خلينا نقول كلمة مش باهية، خلوضوا شوية يا خويا، خلوضوا بعد ما تجيبوا الميداليات. عندكم 15 يوم في ديكم عملوا فيهم اللي تعبوا، أما جيبوا لنا الميداليات قبل يرحم والديكم. واضح تثبت. احنا حكينا على مركب باردو، إي هاكا قاعد يتريقل ومشات له 200,000 وزارة. يعطوني تصريح على ديموش حنا بعد مننا نحن اشاره مننا نحن. تثبت حكينا على سيد لزويتن، سيد لزويتن هكا تحل. شوف احنا مشينا عملنا تنقيزه لمجاز الباب، مجاز الباب خاسرين عشرات الملايين. هذاك ملعب مجاز الباب هكا بناو توا، عندهم قرون بناو باش يعملوا قرادان في ملعب مجاز الباب، هذوكم عشرات الملاين ملوحين. مش ملوحين برك ويوليو اختر عبد الرزاق بالطبيعه، لان الوليدات تحب تتشعبط غادي هكا، الوليدات يحبوا يتشعبطوا. الكره تمشي غاديك تتنقب. نقول يا خويا شنو ما رجلوش هذا، ها نستنى. احنا نحبوا نقولوا لوزاره الشباب الرياضه وعلى راسها طارق ذياب، نقول لهم راهو في مجاز الباب فما مدارس تلهوا لنا المره ذي كما باش تلهوا باردو وتليتوا بزويتن، تلهوا لنا بمجاز الباب. ان شاء الله يستجيب، ان شاء الله يا رب ان شاء الله يستجيب. مش حكينا في السابق على مالك الجزيري؟ يا اخي قالوا لنا شنو هو الملك الجزيري في لندن ترشح للدور الثاني، رضيته لنا بطل العالم. لا نقول لهم هو بطل تونس، بطل العرب، بطل افريقيا، هو البطل رقم واحد في الدولاب هذا الكل. وترشحوا الى الدور الثاني في العاب رولان جاروس خلاه يقفز من المرتبه 94 الى 73. ايش معناها كي نقول لك المرتبه 94 73؟ معناتها ولا في الدورات العالميه ما عادش يشدك الطابلوه في الـ في الـ في اللوطه، يولي يدخل ما يلعب طول مع الابطال. وذايا بالنسبه لتونس حاجه كبيره ياسر، وتصفيقه كبيره برشا، تصفيقه كبيره الابطال تونس الكل، الابطالنا الكل، ابطالنا الكل. في الـ في الـ في الـ في, الـ في العاب القوى مقتعد تغيرت الامور، فما الجامعه تحلت، ثم جات هيئه وقتيه فيها زميلنا العزيز علينا صالح القادري وفيها البطل الاولمبي محمد الجمودي. فما ناس بدات تشوش على هل 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 هالهيئه هذه، بداوا يقولوا والله الجامعه الدوليه درا شنو باش تعمل لنا ودرا شنو ما تعمل لنا. انا نقول لهم المنبر هذا راهو الاتحاد الدولي ما نجم يعمل لنا حتى شيء، امورنا في الرجله، وهزوز الابطال هذوكم بقدره الاله، بقدره الاله. هما فماك البنوت هذيك في 1400 متر بطلت العالم رقم 2، هي فيس شامبيون دي موند. ان شاء الله يجيبوا لنا الميداليات، ونقولوا للنباره اللي قاعدين ينبروا على الجامعه التونسيه لالعاب القوى يزينا بالتنبير ويقفوا ورا وليداتنا حتى يجيبوا لنا زايد ميداليات. واضح سي المنصف. وانهي فما الحق في خلال الاسبوع هذا بعض الحكام من ليبيا، من الشقيقه ليبيا، قالوا لي يا منصف علاش احنا البطوله متوقفه في ليبيا، علاش ما نظفروش احنا بتونس؟ سلته للذكر
أهل الذكر ما قالوا لي بربي ما غير تذكر أسامينا مثالش نقول أنا أهل الذكر قالوا لي مرحبا بالأخوة الليبيين لنا لكن رام هما وهذا أحسن حكم ليبي رام فما بعض الحكام الليبيين نرفضوا يحبوا يسفروا في القسم الوطني يعني الوطن. قسم محترف واحد وطن. قالوا لهم مش ممكن يعني بعض الفرق تخوفت نقول لهم أنا شوية من الحنة وشوية مرتبط الدين حاولوا كيفاش تتفاهموا مع في بعضهم ويجيوا الخيا الليبيين كما فما برشا ملاعبية شفت هذا المنتخب الليبي شطروا يلعب في تونس شطر الملاعبية تلعب في تونس نقول هشطر هذا هذوما خلي يجوا يسفروا لهم جدا الخيا الليبي وتونس فما حدود هي فماش حدود فماش حدود فين قاعدين يسفروا تو الخيا الليبيين يمشيوا جاب ربي إلى دولة عربية أخرى يمشيوا للسودان يسفروا قالوا يا خويا وين ودنك قالوا واي وقت اللي تونس بجنبه واضح خطوة ينجل تونس وأكون قد انهيت اليوم معاك عبد الرزاق قل لك في المشي توا وين ماشي نعرف كستفرع ماشي لزوز بنوتاتي ماشي المناء الآية ومشاشي الخدوجة ماشي بش عملوا لهم حفلة متاع المكتب نحب نكون موجود في الحفلة ربي نمشي ولا ما عادش نشدك أكثر يعيش. نمشي الفاصل ونخلي في المنصر يعيش يغادرنا إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل مع الرياضة ومع المنصف بن سعيد نذهب إلى فاصل